حضرتك شايفه انه ايه مثلا اكتر الاجهزه اللي بتكون في البيت بتستهلك طاقه كتير او كهرباء كتير، وهل ليها بدايل او ازاي ان احنا نقلل من استخدامها؟ شوفي حضرتك، اللي طبعا الاستهلاك والترشيد هيبقى على القطاع المنزلي وعلى غيره. انا دايما بحب اقول حاجه، ان احنا مسؤولين اننا نرشد في البيت وفي الغيط اكيد مكان ما صح. فنيجي في البيت، من اكتر الحاجات اللي بتستهلك كهرباء او طاقه ايا كان صورها، تسخين الميه. تسخين الميه، تسخين الميه، السخانات الميه، لان الميه بتحتاج لطاقه كتيره عشان خاطر تسخن. طيب سخان الميه ده، احنا على البدائل اللي متاحه عندنا، في سخانات كهرباء، في سخانات غاز، في سخانات اللي احنا شويه الحقيقه محتاجين نبذل جهد اكتر فيها، سخانات شمسيه. اوكي طبعا. انا شخصيا في بيتي عندي من سنه 82 سخان شمسي. انا لو بستخدم كهرباء او غاز في السخان، بيحصل ان احنا يا اما نسيب الشعله مفتوحه طول النهار، يا اما اسيب الكهرباء واصله للسخان طول النهار. ايه اللي بيحصل؟ ان المايه تسخن وتبرد وتسخن وتبرد وتستهلك من غير انا ما اكون بستخدمها. صح. فاول حاجه انا ما اسيبش الشعله مفتوحه الا افتحها قبل ما اكون هستخدم السخان ب10 دقائق او حاجه، وما اسيبش الكهرباء واصله طول الليل وانا نايمه، وخصوصا في الشتاء.